بعض قالوا أتحدثونهم بما بدا عليهم من هج من يهمهم فلا تمنى أن لا يعلم ما يسر أم يعلمون لا يعلمون كتاب إلا ماري وإنهم لا والمساكين يقولوا للناس قلنا وقيم الزلاد ثم توليت إلا قليلا منهم أرضون أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أردتم أنتم تجهدون تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفدوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب أما الله بعذاب أما الأمر أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون قلتم من لعنهم الله فوقكم الدور خذوا ما
أتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعزينا في قلوبهم من إليهم لهم بزمان يأمرهم به من الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعون يا بزكم الله يا 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 ال
النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يطلون الكتاب كذلك على الذين لا يعلمون Oh, my God.
الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كان كبيرا فإلا على الذين هدى الله وما كان لا ليضيع إيمانكم إلا الله بالناس وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإلى الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض وراء التبتا ومن بعد ما جاءك من علم لك إلى الأمر العالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون إلا الذين ضربوا منهم فلا تجاهم عليكم أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ما لم تكونوا تعلمون
تقتل في سبيل الله أموات فلا يعلمك إلا تجرى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال فلا فزع الثمن في الأمر الزامن الذين إذا أصابتهم حسيرة من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بما من تدوى بين الأجراد المريض إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب الأولئك ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون
في بطونه إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يذكيهم ولا مذابنا لي الذين اشتروا الضلالة بالهدى نزل الكتاب بحق العلم الذي اتلفه الكتاب في سواق البعيد حيث الفتنة تمدد وكن قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال والنبيين وهاتما على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا من عفي له من أخيه شيء له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف أداء إليه ذلك تفيكم في ربكم فمتى ثم إتدى بعد ذلك العذاب مليل ترك حلق الوزيدة فإنما إدمار الذين يتلقون إن الله سميع عليم فمن موسى الذين يضيقونه في ذيات طعام مسكين فما تطلع خيرا وأنت صوم خير لكم إلا لتلقوا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر الله. ثم أتموا الصيام إلى الليل أنا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد للعباد لا فلا تربوها كذلك يبين الله آياته
تدلو بها إلى الحكام. لا جاك ولا مليك شر أقوال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر بالتقوى حج البيوت من أبوابها. وقاتلوا في سبيل الله الذي يغادروا لكم لا تهتدوا إلا الله حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم هذا مسجد الحرام حتى يقاتلوكم حتى لا هم ذلك جزاء كافرين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا.